الزيتون من الحاجات الاساسيه اللي موجوده في الاكل بتاعنا. النهارده هنقدمها كشوربه. شوربتنا النهارده شوربه الزيتون. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. في حله على النار اول حاجه هنحط الشوربه، وبعدين نص كوبايه لبن، هنضيف الكريمه ونسيبها لحد ما تغلي، وبعد كده هنزل عليها بخليط الدقيق والزيت، واخر حاجه خالص هنحط بطل حلقتنا النهارده الزيتون المفروم، وبعد كده رشه ملح ورشه فلفل. ودي كانت شوربه الزيتون بتاعت النهارده. جربوها وبالهنا والشفا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.